كيف تقرأ هذا المشهد، استمرار هذا المشهد في قطاع غزة، هذا المشهد الدموي لأكثر من 8 أشهر بهذه الطريقة؟ يعني في البداية أنا أتفق مع كل ما تفضل فيه ضيفك الكريم في الاستوديو من مقاربات ومعلومات دقيقة فيما يخص يعني العدوان الإسرائيلي والحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على يعني علينا كفلسطينيين من رفح حتى جنين. يعني استمرار هذه الحرب العبثية وهذا العدوان الوحشي وبسبب هذا الصمت العربي المطبق وبسبب أيضا التماهي الدولي وبسبب دعم بعض الدول الأوروبية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال، يعني من الذي سيقول لنتنياهو كفى؟ ولسان الحال بأن لدى نتنياهو اليوم مزيدا من الوقت، لديه ضوء أخضر، لديه فرصة بين هلالين لتنفيذ ما تسعى إليه الحركة الصهيونية. ولذلك يعني استمرار هذه الحرب من هذه الزاوية بأنه هناك إغال وهناك قتل وهناك حمام دم في ظل مطالبات يعني خجولة، وكأنه لسان حال الدول وكأنها جمعيات خيرية. بطبيعة الحال هناك يعني قرار من مجلس الأمن الدولي، هناك والأهم من ذلك هناك قرارين من محكمة العدل الدولية، ويعني هناك تحرك وإن كان خجول من كريم خان وإلى آخره، وهناك مطالبات من الأمين العام ومن الأمم المتحدة من الجمعية العامة من مجلس الأمن الدولي من غيرها من المنظمات الدولية الحكومية التي تتبع الأمم المتحدة أو حتى المنظمات الدولية الغير حكومية المعنية بالشأن الإنساني ومعنية بحقوق الإنسان. في ظل يعني هذه المطالبات الخجولة وفي ظل هذا العجز وفي ظل الترهيب الأمريكي لبعض الدول العربية ولبعض دول العالم يستمر هذا العدوان. إذن يعني من الناحية الموضوعية من الذي سيقول لنتنياهو كفى؟ هو يذبح بنا من رفح حتى جنين، اليوم في قباطيا وفي جنين وفي مخيمها، وبالأمس كان في طول كرم وفي أريحة وفي رام الله قبل يومين وإلى آخره. يعني هناك مجازر مستمرة ولكن هناك صمتا عربيا مشينا وأيضا تماهي دولي. لذلك اليوم المطلوب هو الانتقال من حالة الأسى والأسف والمطالبة والشجب والاستنكار إلى أفعال سياسية. يعني إن لم يكن هناك فعلا سياسيا على الأرض ستبقى الأمور باتجاه الأسوأ.